بعد الرجيع. البدوي في المغازل خبر بعد الرجيع ومعونة ذكر. كان أبو عيد أحد بأشهر أربعة ووقع في صفر. بعث الرجيع ستة أو عشرة. بعثهم طه إمام الخيارة مع وفد لحيان الذي قد وفد عليه يلتمس منه مرشدا لأنهم في زعمهم قد أسلموا. فبعث الستة معهم قثم صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت ومرثد نجل أبي مرثد ثم خالد نجل البكير وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق زيدي وزيد الذي إلى الدثنة ينمى به تمام تلك الستة. معتب نجل عبيد وحده من عدهم عشرة قد عده ومرثد أميرهم في الثابت وقيل بل عاصم بن ثابت. وعندما ماءه ذيل الرجيع أتوا تبدى غدر لحيان الشني لحيان منه ذيل بن مدركة وبعضهم للهون كان أدركه. والعضل والقارة نجل الهون نجل خزيمة سعوا في الهون وعضل محرك والقارة لرميها المثل ذو إشارة تعلمه سلمى ومن والها قد أصف القارة من رمه. ولم يروا أصحابنا إلا الرجال محدقة بهم فمالوا للقتال. فقالت الأعداء لسنا نطلب قتلكم لكننا سنذهب بكم إلى مكة بغية عرض وقتلكم ليس لنا في غرض. فاستسلموا للأسر دون القتل. فاختلفت آراء أهل الفضل فقبلت ثلاثة ذاك خبيب وعبد الله وزيد بن ري وبقيت ثلاثة تقاومهم خالد ومرثد وعاصم. قالوا لهم وللقتال أقبلوا لسنا لعهد المشركين نقبل. فاستشهد الثلاثة المقاتلون من بعد ما كانوا لهم يقاومون. ورأس عاصم توخوا قطعه ولسلافة أرادوا بيعه لأنها في قحفه قد نذرت أن تشرب الخمر إذا ما قدرت لقتله يوم اللواء ابنيها مسافعا وأصل وهو ركنيها. لكن حماه الدبر قبل الليل في الليل قد حماه حمل السيل. ما مس مشركا مدى حياته ولن يمسه لدى وفاته. وعاصم يقول إذ يقاتل مع التي وأنا جلد النابل والقوس بها وترون عنابل تزل عن صفحته المعابل. والموت حق والحياة باطل وكل ما حمل إله نازل بالمرء والمرء إليه آئل. إن لم أقاتلكم فإني هبل. وذهبت ذيل بالثلاثة إلى أسرى بهم تسير نحو مكة. فانتزع اليد من القران سليل طارق لدى الظهران. وعند ذلك رموه بالحجارة إلى أن مات ثم ذو الحجا. وقدموا بالفتيين الباقيين قرية مكة فباعوا الفتيين. فزيد اشتراه صفوان النبي نجل أمية لقتله أبيه. وخرجت لقتله بالحل جماعة منهم من أهل الحل. ناشده منهم أبو سفيان قال ترضى أن يكون لنا محمد مقدما للقتل وأنت آمن بدور الأهل. فقال والله العظيم ما أود أن محمدا بذلك البلد تذيه شوكة وأني بين أهلي لا أخاه منهم بين. فقال صخر ما رأيت أحدا في الحب يحكي حبكم محمدا. وتم قتلهم له عدوانا لكنه قد أحرز الرضوان.
وبافتراء خبيب الأوابي قام حجير بن أبي هابي وهو تميمي حليف لبني نوالين احتمل دفع الثمن عن عقبة بن عامر بن نوالي أخا بثار عامر وذكر وعند مولاة له معاوية سمعتها حبسه علانية وقد رأت خبيبا المولاة يوما بقطف عنب يقتات ولم يكن يلفى بأرض مكة من ابن بن كمال ذاك حبكة طلبها حديدة ليستحد إذ للقاء الله صار يستعد فبعثت غلامها بالموسى إليه ثم خافت المحبوسة على ابنها لكنه بعكس ما تخافه عامله تكرم لركعتي نفل قبيل القتل سن وما أطال في ذا النفل خشية يتهموه بالجزع وحسبوا خشية أن يتهموه بالفزع وقال شعرا فيه بالحق صدع واستمعوا إليه لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد ياس مطمعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار حجم نار ملفعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وطلب الإله أن يبلغ خبره رسوله المبلغ فأخبر الله رسوله الخبر ثم به أخبر طه من حضر وصلبوه فوق جذع نخلة وجعلوا الوجه لغير القبلة لكن ذا الجلال والإكرام ولاه شطر المسجد الحرام وقتلوه حبذا من قتلا وبعد 40 يوما أنزلا رطبا وحين حاولوا التمثيل به ابتلعته الأرض عند طلبه فاعتبرا بقوة الإيمان منهم وحب المصطفى العدنان صلى وسلم عليه الباري بآله وصحبه الأخيار واسمع قصائد هنا حسانا رائقة تعزى إلى حسانا له شريط مستقل إن شاء الله بالمصطفى ومن مضوا إلى الرجيع ومن علينا برضاك يا سميع وفرجن كل هم عنا بما يسر واعف عنا وهب لنا من قوة الإيمان حظا ومن محبة العدنان وصل أكمل الصلاة والسلام عليه بالآل وصحبه الكرام آمين.